ينفعش تسل مواد في السكر ضيع قوي كده الادب اكثر او المايكروميتر ما ينفعش. ليه؟ ساعات انت عندك ادب في المعمل يقول لك والله السم ده اهو قيمته مقدار كذا بسط اللي هو نيجاتيف مش يبقى عندك خطا صفر صح ولا غلط؟ ينفع يبقى الماده بتاعتك سوجها واحد مايكرو ويبقى الخطا الصفري موجب او سالب 5 مايكرو؟ ما ينفعش يبقى الخطا الصفري اكبر من المقاس اللي انت عايز تقيسه صح ولا غلط؟ وبالتالي ما ينفعش تستخدم الاجهزه البسيطه دي في قياس مواد سمكها صغير جدا قدرت تنفع. فبنلجا لمين بقى يا اخوان؟ نلجا لتجارب الضوء. بنلجا لتجارب الضوء. بنبدا عندنا تطبيق صغير قوي ان انا ممكن اقيس سمك ماده مركزه للضوء صغيره جدا وممكن كمان عن طريق القانون اللي احنا بنستخدمه ان احنا نحسب معامل انكسار الماده. يبقى عندنا كده كام تطبيق خدناهم؟ ثلاثه. التطبيق الاول ايجاد الويفلنت للضوء المستخدم. التطبيق الثاني ايجاد سمك ماده مركزه للضوء عظيمه جدا. الدور الثالث ايجاد معامل انكسار لماده مركزه للضوء. سجل على المنظمة انت بتدرس الماده كده. الغده المركزيه مضيئه ولا غدوة؟ مضيئه. ليه مضيئه ولا؟ لان فرق المسار اعزائي يساوي لان المسار الاول ار واحد والمسار الثاني ار اثنين وده اصلا مثلث واضح منهم تساوي الساقين يعني ار واحد بتساوي ار اثنين يعني فرق المسار عندها كام؟ تساوي ساقين. ايه رايك بقى؟ لو انا كنت جاي ماده منفذه للضوء وسمكها تي والسمك بالمنظر اللي قدامك ده صغير جدا هل ما زال فرق المسار اللي هيخرج من السورس A واللي هيخرج من السورس B هل ما زال لسه فرق المسار بينهم بيساوي صفر؟ هل ما زال عند النقطة المركزية هنا فرق المسار هيساوي صفر؟ لا لا يا أمين. أنت هنا هتعدي على منطقة هل هتمشي فيها بنفس السرعة؟ لا أنت كنت ماشي في الأول في هواء سرعتك كبيرة ولا صغيرة؟ كبيرة. الضوء هنا ماشي في هواء والضوء هنا ماشي في هواء فالسرعات بتاعتك كبيرة وفي نفس الوسط وفي نفس المسار فرق المسار بينهم بيساوي صفر. لكن تعال نشوف مثلا الشعاع ايه؟ الشعاع ايه عشان يتحرك؟ لاحظ ان هو مر مشى من هنا لهنا في سي وبعد كده دخل في منطقه وليكن البلاستيك. البلاستيك دي معامل انكسارها اكبر من واحد يعني معنى كده ان سرعه الضوء في الشعاع ده هتبقى كبيره ولا صغيره؟ بقت اقل من سرعتها في الهواء. بعد كده هتخرج تمشي في الهواء يعني معنى كده ان احنا عطلناها ولا سرعناها؟ عطلناها شويه. وبالتالي